ماراثون سياسي يجري داخل التحالفات والكتل والأحزاب التي وجدت نفسها أمام ساعات قليلة قبل الدخول بفراغ دستوري لا يحمد عقباه، ويقع على عاتق تلك الكتل اختيار رئاسة البرلمان وتحديد الكتلة الأكبر قبل الدخول إلى جلسة السبت الحاسمة. إن لم يدخلوا وهم متفقون على الرئاسات الثلاث فستتحول إلى مناحة جديدة وإلى حلبة صراع جديدة ومناكفات وانسحابات، وسندخل حقيقة بفراغ دستوري قاتل. الصراع السياسي اشتعل بحرارة البصرة وتظاهراتها، فبعد أن تحالف سائرون مع النصر والفتح مع دولة القانون، فإن أحداث البصرة وما شهده الأسبوع الماضي قلب الطاولة على نصر العبادي، فرجحت كفة الفتح ليقترب من تشكيل الكتلة الأكبر مع تحالف الصدر. حظوظ الدكتور العبادي أصبحت من الماضي، وبالتالي هو خسر الكثير إما باحتجاجات البصرة وتعامله مع المحتجين، أو خسارته بتحجيم وتحييد الحشد الشعبي حيث خسر كتلة الفتح. ويحاول البيت الشيعي رأب الصدع والتشققات التي أدت إلى ضعف قواه ليتمكن من الوصول إلى اتفاق بشأن شخص رئيس الوزراء المقبل، ومن ثم تشكيل الحكومة. بالنسبة للبيت السياسي الشيعي لا يزال هناك أمامه جلسات طويلة، لكنه ما ظهر وترشح في الساعات الماضية هناك تفاهم كبير، وأن لم ينتج تحالفا أو توقيعا بين سائرون والفتح، وأيضا برعاية إيرانية لإنتاج ما يعرف بمنصب رئاسة الوزراء. الجلسة مستمرة. وبينما تخوض الأحزاب والكتل السياسية صراعاتها لضمان الحصول على مكاسب في الحكومة المقبلة، فإن الشارع العراقي لم يعد بوسعه تحمل مزيد من الانتكاسات.